صباح الفل عليكم جميعا. النهارده هنحاول اوضح بس موضوع العمره. هعمل لكم فيديو صغير كده، العمره بطريقه من الحجز بتاعتها بنسك بالطريقه بكل حاجه، عايزكم بس تركزوا فيها. وبعديها يعني ناخد بالنا من حاجه، ان مصر مش هتطلعك من مصر غير لما تعمل حاجه اسمها باركود عمره، ده بيبقى عامل حوالي 3300 جنيه. طيب بالنسبة للعمرة، احنا بنفتح موقع نسك بالطريقة دي، وبعد كده بنخش على التأشيرة وبنكتب مصر، وبعد ما بنكتب مصر بيظهر لك هنا انت مقيم، لأ تختار لأ، وبعد كده الحصول على التأشيرة. لما بتفتح معاك بيديك الباقات الشركات اللي بتقدمها، بعد بتختار الباقة بتلاقي الباقة اهي شاملة كل حاجة، فيها السعر 830 ريال، يعني غالبا بتعمل 4900 جنيه 4800 جنيه. وبعد كده بنخش نشوف الطيران، بنشوف مثلا من القاهرة لجدة، بنختار المعدة، وبعد كده بنبحث بنشوف اقل سعر ممكن يظهر لنا كام، الارخص والاسرع، ده الفرق ما بينهم ان ده دايركت وده في ترانزيت. بنختار اي حاجه طيران سعودي، في درق فلاي اديل او فلاي ناس، ده برضو طيران سعودي بنختاره. هنا احنا مختارين فردين، فهنرجع نخليها فرد واحد عشان نعرف السعر. السعر قدامنا اهو 4212، فيعني معقوله، السعر معقول بنختار.